يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إذا تكاثرت المقلقات وتعاظمت المزعجات واضطربت نفوس الخلق وضاقت صدورهم والتمسوا أمنة في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، رأيت لهم طرائق مختلفة في من إليه يفزعون وعلى من يعولون، فمنهم من يتعلق بالأموات من الأنبياء والصالحين فيلوذ بقبورهم ويأتي مشاهدهم، ومنهم من يلوذ بالمعظمين من البشر ولو كانوا كفارا فيعول على قوة سياسية أو قوة اقتصادية، وكل ذلك لا يغني عنهم شيئا. فصلاح أحوالنا فيما يعترينا من الهموم والغموم الخاصة والعامة الدقيقة والجليلة الظاهرة والباطنة هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فهروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإن الفرار إلى الله عز وجل سكينة الأرواح وطمأنينة القلوب وانشراح الصدور، فكل قوي فالله أقوى منه، وكل كبير فالله أكبر منه، وكل غني فالله أغنى منه، وكل عزيز فالله أعز منه. فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فأنت ملاقٍ الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان، وأنت ملاقٍ عملك الذي عملت، وعند ذلك يفترق الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورًا. فيعرض الله عليه سيئاته ويقرره على ذنوبه، ثم يسترها الله عليه في الآخرة كما سترها عليه في الدنيا، وحينئذ يرجع إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي ويلا، ويصلى سعيرا، أي نارا تتلظى. وقد أخبر الله عن حاله فقال: إنه كان في أهله مسرورا، مغترا بحاله وماله وولده، تاركا العمل لله سبحانه وتعالى، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع لله سبحانه وتعالى، بلى إن ربه كان به بصيرا، أي عالما بحاله، وعند ذلك يمتاز الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الذين كفروا فإن عذابهم النار، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: فيا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا.
بصيرا. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصلي على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله. ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره، وملئ القرآن به تذكيرا، فقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى كل من عليها فان، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال تعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تمجيدا لربه أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. وأبان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم عن الداعي إلى الإكثار من ذكر هاذم اللذات، وهو الإعلام بحقيقته وأنه يقطع اللذات. وفي ذلك أمران عظيمان، أحدهما أن العبد إذا عرف أن هذه اللذات مقطوعة حمله على الزهد فيها، فلم يسارع إليها ولم يصارع عليها، وإنما أخذ منها بقدر قوام حياته في المعاش، فتكون هذه اللذات بمنزلة الزاد الموصل إلى دار المعاد. والآخر أن العبد إذا علم أن هذه اللذات مقطوعة بالموت عمل لما بعد الموت، فالإرشاد إلى ذكر الموت هو إرشاد إلى إصلاح أنفسنا، فلا يراد بذكر الموت أن ينظر الإنسان بعين سوداء حمقاء إلى الدنيا، بل تكون هذه التذكرة إرشادا له بإصلاح المعاش والمعاد. فتذكروا الموت في أنفسكم، واستحضروا عندما تمرون أمام أبصاركم صورا لأناس كانوا قبل 50 أو 60 أو 100 سنة، أن هؤلاء ماتوا وأننا أيضا ميتون. فإذا كتب علينا الموت فإنه ينبغي أن يعمل أحدنا لما بعد الموت، فالدنيا دار فناء والآخرة دار بقاء، والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. قال علي رضي الله عنه يا أيها الناس إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن التذكير بالموت تذكير بالآخرة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر في هذه الأحوال كي يستعد الإنسان ليوم عظيم، كما أخبر الله عز وجل عن عباده أنهم يقولون إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، وقال سبحانه وتعالى محذرا من حال اللاهين إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.